صعب صعب جدا. اسرائيل هما واحد، ده الاخ الاكبر امريكا والاخ الاصغر اسرائيل. فانا لما طالب بطرد السفير الاسرائيلي، الاول اطالب بطرد السفيره الامريكيه اللي هي بتتكلم مع الجاهيه وبتامر المشير عنان، المشير طنطاوي اعمل كذا فيعمل، عنان اعمل كذا يعمل. اتصلوا بالمشير طنطاوي ساعه العلم الاسرائيلي ما نزل من السفاره المصريه في رمضان، قال احنا سمع وطاعه وطلع العلم تاني كويس. فدلوقتي دلوقتي احنا بنطالب بالتوجه نحو السفارة الامريكية لتنزيل لطرد السفير الاسرائيلي. السفارة الامريكية عن طريقها نطرد السفير الاسرائيلي مش عن طريق السفارة الاسرائيلية. الله عليك الله عليك يا جدعان.
السفيرة الأمريكية اللي هي بتتكلم بعجهية وبتأمر المشير عنها المشير طنطاوي اعمل كذا فيعمل عنان اعمل كذا يعمل. اتصلوا بالمشير طنطاوي ساعة العلم الإسرائيلي ما نزل من السفارة المصرية في رمضان قال احنا سمعنا وطاعة وطلع العلم تاني كويس. فدلوقتي دلوقتي احنا بنطالب بالتوجه نحو السفارة الامريكية لتنزيل لطرد السفير الاسرائيلي. السفارة الامريكية عن طريقها نطرد السفير الاسرائيلي مش عن طريق السفارة الاسرائيلية. الله عليك الله يا جدعان نخلي الشعب يمسك سلاح، يعني الشعب ده كله لو مسك سلاح هيحرروا اسرائيل. هو لازم يتحرك لو حمياه ادينا حميناها اهو، حمينا السفاره السعوديه حمياه وادينا برضو حميناها. ليه؟ بلطجيه وبتحرق. قال الشعب اللي عملوه في اهالينا في السعوديه دول ايه؟